إن جيت بفهم أنا وبكلمه جاوبني الكمبيوتر ما معك شي رصيد ذيك أنا خادم يريد اليوم من يخدمه كيف الخبر يا وليد عدم مراحل بعيد وعصيد 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 جيت بفهمه أنا وبكلمه جاوبني الكمبيوتر ما معشي رصيد وعصيد 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 كان خادم يريد اليوم من يخدمه كيف الخبر يا ولد عدم مراحل بعيد وعصيد 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 لا عاد يشتمني يا الخزي ولا بشتمه مدري وش اللي يريد قم فهمه يا والد وعصيد 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 الكهرباء جاتي لكن غرفتي مظلمة وراتبي بالبارد محجوز عند العاقد وعصيد 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 أنا مع الشعب ما نشي تبع شرذمه راعي وعايش ساعد والقلب مثل الحديد وعصيد 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 كلامي الغازي يا ذي تفهمه ترجمه من لهجة أهل الصاعد شامخ وراسي عاند وعصيد 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 احنا مع الحق والمظلوم ما نظلمه ولو خضوه الظلم للحق بنستعد وعصيد 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 هذه حكايتنا في حافة الهاوية فيها المحبة أكد والود فيها يزيد وعصيد 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 هذا البير يا دكتور نادر لا لا هذا بير العماد بير قريتكم ما عرفتها قرية العماد ذكرت هذا البير يا دكتور نادر هذا بير العماد بير قريتكم ما ذكرتهاش لا ما ذكر ما ذكر الو هلا عم سعيد من عيوني بسلك لك البيت احسن تسليك عيب عليك يا عم سعيد اعتبر البيت مسلك انا باقي معي عمال وان شاء الله خلال يومين والبيت جاهز باذن الله يا عم سعيد لا تهتم لا تهتم اعتبر البيت بيتي ان شاء الله خلاص متواصلين باذن الله مع السلامه Thank you.
نادر، وبالطول ما تعرف هذا المكان. أكيد أبوك ولا عمك ولا خالك كلمك على هذا المعلم التاريخي. هذا بني في عام 1943 تقريباً. هذا سوكي دار الحراسة اللي كانت هنا، لأنه هذا كان ممر للقوافل عدن لاحق أبين، وهذا الفتحات الموجودة في الدار هي فتحات لتأمين الحراسة وتأمين الطريق. شي عرفت هذا دكتور نادر؟ هذا في غريتك العماد. ما أعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بوريه بس الحقير، بخليه يندم على كل كلامه معي. على إيش ناوي يا شيخ غازي؟ أروح أعوق أهلك يا شيخ غازي. تعوق من يا معوق؟ لا لا لا، أنا بوريكم على إيش ناوي. أوه فهمنا يا شيخ غازي، على إيش ناوي؟ أنا اشتريت شريحة جديد، بتصل بالشرطة، بورطه بكل حاجة، اسمعوا وتعلموا. ألو؟ أيوة يا فندم، أشتي أبلغ على جريمة ضرب اعتداء. أيوة، ضرب اعتداء على الدكتور نادر في حافة الهاوية. ماشي فايدة يا أبو تمرة، رويناه الأشياء القديمة كلها ولا ذكر شيء. ايش رايك نشلح عدن نرويه المعالم التاريخيه في عدن؟ اكيد بيكون زارها هو اصحابه ايام الدراسه. فكره حلوه والله. بيتذكر. تمام، يلا يلا. يا بطة حرام عليك يا بطة، لا مسكنا قاسي وعصابته بيقتلونا يا بطة. يا بطة أنا مريض، روح أنتو أنا بتبع البيت. يا بطة حرام عليك، اعتقينا الوجه الله. يا لوما طيب آخر كلام. أيوة. أنتم اللي حنفتوا لفوسكم. اشتغلوا اطلبوا الله، ما قلت لكم كيف تضحكوا. تمام تمام يا مهندس، فلا عليك.
طبشور الان قري قبل لي مفك على طول ميسي الان قري قبل لي كلبه سريع بغسل الواينات سريع نازل. شوف شوف يا دكتور نادر، شوف هذا عدن كريتر، شوف هذا الجمال والروعة والحلاوة لما تشوفه من فوق قلعة الصيرة. قلعة الصيرة معلم تاريخي قديم وحلو جدا، الناس تجي دائما تتمشى في هذا المكان، تشوف هذا المنظر الجميل الرائع الحلو، تشم لها هواء. كيف المكان؟ حلو حلو. تذكرت؟ لا ما تذكرت، ما تذكرت. لا حول ولا قوة الا بالله يا أخي، لا ذكرتها القرية ولا ذكر في البحر ولا راس الجبل، وين عنا نوديه؟ يا أبو تمرة ها، بنزله مكان ثاني يمكن يتذكر ويعرف. تمام يلا يلا. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا وسهلا، هلا عم سعيد. أيوة الآن بدأت العمل. أيوة معي 2 عمال قبل. إن شاء الله بإذن الله خلال 2 والبيت جاهز مزبط. لا توصي حريص. إن شاء الله بإذن الله يا عم سعيد. لا تهتم، من عيوني بجهز لك وبسلم لك إياه بإذن الله خلال 2. يلا مع السلامة، الآن معي شغل يا عم سعيد وبعدين بنتواصل. مع السلامة. تفضل. ايش هذا؟ هذا مفك. قلت انك تبغى مفك. هذا مفك حق طماط. تشتيني افتح الصلاه حقتك اللي تقول لها قصع الطماط. كل شيء يمشي عادي. كيف كل شيء يمشي؟ هذا مفك طماط. انت اهبل ولا تهابل؟ اهبل بل. قلت لك كلبه. قلت لك اي من كلبه؟ انت قلت شي كلبه ولا لا؟ انا قلت لك كلبه اللي تقص الوايرات. قلت لي كلب. انت شي كلبه يا شباب. اي من كلبه؟ اي من كلبه ذي؟ اي من كلبه؟ ذا كلب. كلبه كلبه. شوف امسك امسك امسك. برا برا الاثنين. هو بالحشقه هو برا برا برا. نادر، جبناك للحديقة اللي كنت انت واصحابك تخرج فيها. وانت ايش عرفك بالحديقة هذه؟ يا ابو تمرة، هذه الحديقة الناس كلها تقيها، مالك؟ هذه حديقة حلوة جدا، اول شيء الدخول بالمجان، وثاني شيء الاشياء اللي تباع فيها نفس الاسعار اللي برا، وفيها جامع وفيها مسرح وفيها اشياء جميلة جدا للعائلات حتى. حلو، شي عرفتها؟ بالله ايش ذنب هذا الشاب؟ درس تعلم تخرج وفك عياده يخدم الناس ويخدم وطنه، ويقول أعصابه يضربوه ويفقدوه الذاكرة، ينسى أهله وناسه وينسى حتى معالم بلاده، حتى وطنه نسيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. حبايبنا ويا طول الحياة، زمن فيه الغناء ما مع ويضيح. حايب
طاير في دجان. انا من منكم باسل؟ ايش سي؟ من منكم باسل؟ انا افندم معي لقسم الشرطة اليوم. ليش ايش فيه؟ قسم الشرطة ما تعرف. ما لك في ايش سويت؟ مش عارف بهاجة. روح روح يا ابني روح. باقي لك انا باقي لك. مسلسلنا حكاية اسمعوها للنهاية، في نهايتها بداية وعرفوا ماذا نريد. في مسلسلنا حكاية اسمعوها للنهاية، في نهايتها بداية وعرفوا ماذا نريد. يا بالبريدي ما تقول عفوا وإيزي، لبلادي يا عزيزي حبها وسط الوريد. وعصيد وعصيد نحنا نملك عزيمة، فقرنا ما هو جريمة، لو ملابسنا قديمة نبتسم مهما يصير. احنا نملك عزيمة، فقرنا ما هو جريمة، لو ملابسنا قديمة نبتسم مهما يصير. وعصير قطرتنا الهم هيا نبتسم هذه وصير، نضحك ونتجابر سويا الليادي. في الجبل في كل وادي، بمناظر من بلادي خيرنا دايم يزيد. وعصيد وعصيد انا والفقر علاقتنا قوية، حبايبنا ويا طول الحياة. زمن فيه الغنى أصل الهوية، ذي ما مع ويضيح، حاير حاير في دجان أنا.